استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم الفريق سير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حاليا. وقد رحب جلالة العاهل المفدى يده الله بالفريق لوريمر وأشاد بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك وبخاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية كحلفاء وأصدقاء عبر أعوام عديدة، مؤكدا جلالته الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما أشاد جلالته بالدور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الدولية وإسهاماتها الفاعلة في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب الفريق لوريمر عن تقديره لجهود جلالة الملك المفدى في تعزيز روابط الصداقة التاريخية الوطيدة وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، مشيدا بدور مملكة البحرين وإسهاماتها الهامة في إرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة.